رفعوا يعني رؤوسنا عاليا بين الأمم الإفريقية، لأن الفوز بكأس الإفريقية في مجال كرة القدم النسوية هو إنجاز كبير. وما ننساش كذلك الفوز ديال الذكور بإحدى الرتب، لأن هذه مسألة مهمة جدا. أنا كنعتبر على أن المشروع اللي بنيناه في إطار سبور إتود رياضة ودراسة هو مشروع في غاية الأهمية، لأنه سيدعم الجهود المبذولة من طرف بلادنا في مجال الرياضة المدرسية باعتبارها مشل للرياضة الوطنية. اليوم جميع يعني الفرق اللي هي يعني كبيرة في العالم ولحقت نتائج دائما كيكون منشأ الأبطال ديالها في المدارس، ولهذا جمع هذا القطاعين قطاع الرياضة والتربية الوطنية في وزارة واحدة أكيد على أن القرار سيؤدي إلى تعزيز هذه النتائج، وغادي يمشي بعيد وغادي يدفع بعيد إن شاء الله الرحمن الرحيم بالرياضة الوطنية. شكرا لكم.